وصفات جوج اللي راح نديروا حلويات عيد الاضحى. نبداو بالوصفه تاع الحلوه تاع اليوم. راح نديروا حلوه بالمايزينا هي النشا. هذه الحلوه تجي نديروا التزيين تاعها راح يكون بالشوكولا بيضاء. نوريكم المول اللي راح نخدم فيه، مول سيليكون هذا تاع الورده. نبداو بمقادير الوصفه على بركه الله. بسم الله، هنا عندي 125 غرام مارغرين درجه حراره المطبخ، عندي 3 مغارف تاع زيت، حبه تاع البيض، نص كاس كاس ناقص ربع فارينة، كاس ناقص ربع كاوكاو، نص كاس سكر كلاص فاني ومازينة باش نجمعو العجينة. هنايا نجيبو نديرو اللبة، الزيت 3 مغارف كبار زيت، زوج نقدر نخدمو بالباتير ولا نخدمو بيدينا، حاجة اللي تساعدكم. نزيد نص كاس تاع سكر كلاص، سكر ناعم، نزيد الحبة تاع البيض. هنا سكر كلاص ماشي راح يعجبنا كيما سكر نورمال، سكر عادي. هنا نبقاو نخلطو حتى ينسجمو المكونات اللي درناهم. هنايا ندير الكاوكاو، كاس ناقص ربع كاوكاو، نحمصوه ونرحيوه رقيق. الوصفه تجي بزاف بنينه وتجي بزاف شابه وخفيفه، هنا ما فيهاش الفرينه فيها المازينا. هنا عندي كاس ناقص ربع فرينه، هاد الفرينه راح يكون الدور تاعها هي راح تلم العجينه، لان كما حنا نعرفوا مازينا خفيفه بزاف وما ماشي كيما الفرينه. الفرينه هي اللي راح هذا الكاس ناقص ربع هذا هو اللي راح يلمها لنا. هنا نديرو الباني، هنا بعد ما درت الباني هنا نبداو نديرو مازينا. مازينا 300 غرام مازينا، هي كما نقولو حنايا هي شحال راح تديكم؟ 125 غرام دهان راح تديكم 300 غرام مازينا. تبقاو تزيدو في المايزينا حتى تلملكم العجينة كامل. هنا إلا استعملتو الباتور متكتروش عليها الباتور، المايزينا متبغيش تتخلط بزاف تيبس من بعديها، متجيكمش الكاطو ميجيكمش شباب. انا لهنا نكمل العجينه نلمها ونرجع نكمل معاكم الوصفه. هنا بعد ما لميت العجينه وخليتها ريحت لي 15 دقيقه، هنايا درت لي بول في السيليكون كرات. هنا تقدروا تحشوهم باي كابريس شوكولا من داخل، بصح نخليهم كيما هكا.
هنا ملاحظه باش تبغوا العجينه تجيكم مخففه تنجموا تزيدوا رشه تاع خميره تاع الكاطو، غير رشه خفيفه باش ما لا فورم تاع الحبه تبقى غير هي باسكو كي نديروا الخميره بزاف مش راح تحكم لا فورم تاعها وراح تخرج لنا من السيليكون. هنايا كيما هنايا راح تبقى لي العجينه ماش راح تكمل لي المول دوزيام، واش نديرو كيما تبقى لنا في المول الزواج نبغوا نطيبوها في الفوغ مثال تلحق لي هنايا وهادو يبقاو لي خاويين. هنا زيدوا قطرات تاع الماء باش السيليكون ما ينحرقلكمش. هنايا نكمل الحبات كيما قلت لكم، تبغوا ديروا من داخل الشيكولا تبغوا ديروا كابريس ولا تخليهم كيما خليتهم انايا ما درت والو من الداخل. ترجع لكم كمل الحبات التاليه. هنايا ندخلها طيب حتى ما نحتاجوهاش تحمر بزاف، قيس ما طيبناها هنايا ما نشدينا بالفرينة ديري مايزينا. انا دخلها طيب تبرد لي ندوب الشوكولا ونعاود نرجع نكمل معكم الوصفة. هنا وفي الاخر بعد ما طاب لي الكاطو تاع مايزينا شوفوا كيفاش يجي الشكل تاعه. لهنايا درت شوكولا بلون، هنا لازم ملاحظة هنايا باش ما تعطينا الشوكولا ما تديش الخاص تاع الفرينة، نغسلوا المول تاع السيليكون نديروا طبقه خفيفه كيما مولف نديرها معكم. الشوكولا دادا بيضاء كيما مولف اللي نخدمها معكم تذوبوها ما تزيدوا لها لا ما لا زيت لا والو، الا لو حبيتوا تزيدوا لها اليمونتير زيد لها غير شويه وبقاو تحركوا، لازم تكونوا رابيد تحركوا مليح حطوا على لا كولور هذيك تاع اليمونتير ما تجمد لكمش بالخف وتخسر لكم شوكولا. لهنايا درت طبقه خفيفه واش نواسي، وهنايا ماشي كيما مولف مين نخدمو ندير طبقة خفيفة ونزيدو الطبقة ونعاود ندخلو الفريجيدير، نو نديرو طبقة خفيفة ندخلوها الفريجيدير تحكم روحها، نزيدو الطبقة الزوجة نحكمو الحبة ونديمو ليها كيما هاكا في الاخر وندخلها تجمد مع مع الشوكولا بلون. هنا نبعدهم بجي ونجيب لكم الشكل النهائي تاع الحلوة. هاوليكم الشكل النهائي نتاع الوردات تاع المايزينا اللي درتها، الحلوه تاع المايزينا اللي درتها معكم هي ورود المايزينا. شوفوا الشكل النهائي تاعها، درت لها اليمونتير جون وكما قلت لكم لازم تكونوا رابيد، زدت لها لا كونفيتور على الشوكولا وزدت الكاوكاو. هذه فكره ما كانش تاعي، فكره كانت تاع ماما ربي يحفظها لي وربي يخليها لي ان شاء الله وربي يشافيها، هي اللي عطاتني هذه الفكره وقالت لي زيدي عليها وجاتني ما شاء الله الشكل تاعها كان شباب بزاف قدامكم باش تشوفوا. نتمنى انها تجربوها وتنال الاعجاب تاعكم. ما تنسونيش بجام اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. الى الملتقى ان شاء الله.